هذا البلد بلد معطاء، بلد دائما وابدا كانت هي اللي على خط السبع غزه، اللي كانت موصله بين السبع غزه الظاهريه، فالظاهريه بلد معطاء ودائما كانوا فيها يعني الناس اللي بدها تسافر لغزه اثبات في الظاهريه، كان في مقاعد نقولها جامع يجي باتوا في المقاعد ويجوا يضيفوهم برضو اهل الظاهريه، لأن السوق التجاري كان في الظاهريه في المنطقه اللي هي اسمها الان بيقولوا لها الخوف، كان في وسط البلد السوق، يعني هذا الخط هذا ما كان عليه محلات تجاريه. بالنسبه لليوم بعد ال 67 كانت ولا زالت مركز العماله بالضفه الغربيه، بمعنى انه حلقه الوصل بين الضفه الغربيه وبين الداخل، وكان في الاول قبل الحدود المصطنعة كانوا يروحوا على غزه وييجوا. الظهريه زي ما قالت برع الزيتون، الظهريه الواقع كان في الماضي مكسيه مواقع عديده بالزيتون، والبديل على ذلك بعض المواقع اليوم عندنا شجر زيتون رومي يكاد انه تكون عمره 2000 سنه. موجود عدة شجرات في هذا البلد سودان ومثبوتي بسن ممكن يكون 20 سنة أو أكثر. كذلك في بدون الكرب عندنا بحدود 18 كربي كانت تسكن في الماضي بإعداد كبير جدا للمواطنين، وموجود المواقع عصير الزيتون طبعا بالطريقة البدائية في قنوات لها وجميع. فكانت عملية حراك الأرض بالطريقة القديمة بسكي إما اسمه فرد فرد للجمل أو للبغل أو للحمار العدو أو القوي أو سكي لفدان اثنين، وهذا الفدان سكي الفدان الكرة طبعا فيها هذه لها معايير عند أهلنا القدماء. بالنسبة للزيتون والشجر الظاهري يعني على وعي نحن ما كانش في أشجار كثير، كانت كروم قليلة جدا، لكن البلد خارج البلد فيش جبل الا فيه معصرتين ثلاث، معصره كان عصر فيها العنب او كان عصر فيها الزيتون. البلد اللي بيقولوا عنه هذه كانت اثار روميه، يعني يمكن ظلت مزدوجه لغايه فتره بسيطه، لكن احنا في عهدنا يعني في وقتنا قبل نقول حوالي 100 سنه تقريبا ما كانش في زيتون في البلد اللي يشغل معصره او يشغل بد او شغل ايش؟ هو المعاصر الموجوده بالظاهريه، في معاصر تاريخيه حجريه وفي مناطق كثير بالظاهريه، والمعاصر البد موجود بكفرجول، موجود بالبد القديمه شويك، موجود بالشويكي، موجود بعناب، موجود باكثر من منطقه، حتى في منطقه اسمها جريدي فيها معاصر مفصله ومصممه على ان تكون فيها محطات انتظار، يعني المعصره فيها 5 محطات انتظار. بدايه الظاهريه هي على قلعه جوشن الكنعانيه، وسكنت حديثا فقط يعني من تاريخ 1750 كما دل. كانت الظاهريه حسب روايه تاريخيه روت احدى الغويات كنت اشرح في الظاهريه بالبل، يعني بالبل بالغلط بالجبل، فقط كان فيها بنايتين، البنايه الاولى اللي هي الحصن الروماني او الصليبي الموجود حاليا، زائد هذا الطريق الحديث طبعا، زائد المسجد العمري. الظاهرية تاريخها هي تسمية تاريخية وقد تكون تسمية جغرافية. التسمية الجغرافية هي الظهرة، أي المنطقة المرتفعة المجاورة للمنطقة الساحلية والنهر. وقد تكون تسمية تاريخية نظرا لمعسكر الظاهر بيبرز فيها في فترة تحرير فلسطين. فالظاهرية موقعها موقع تاريخي، موقع عسكري. دلالة على ذلك أن جميع من جاء بفتوحات لفلسطين من الجنوب أو من مصر أو من مناطق أخرى كان المحطة الأولى والمركز الأولى منطقة الأولى منطقة انطلاق فلسطين هي من الظاهرية.